الحقيقة مجموعة أسئلة فضيلة الشيخ تدور حول الأغاني، وبعض الأخوة يقول بأنه يعلم أنها محرمة وأنه عقد العزم على تركها، ولكن لا يزال بعض بواقيها متعلق بقلبه، فيقول هل من نصيحة؟ أما الأغاني فقد ابتلي بها الناس اليوم، وكثرت بين الناس في الإذاعات وفي التلفاز وفي الأشرطة وفي غير ذلك من أنواع التسجيل، ولا شك أنها خطر عظيم وأنها بلاء كبير. ومن أسباب وقوع الفواحش وظلمة القلوب وحيرتها وإقبالها على الفواحش وفقرها عن الطاعات، فالواجب الحذر منها وعدم استماعها، فإنها رقية الزنا وقرآن الشيطان، فيجب الحذر من شرها.